أمان دخلت للدار تو نلقى الزنفقة الطوسة هبلة متبمبرة على الفرش. قلت انتو ما خافت كي حليت الباب ولا تحركت لها شعرت؟ نسيت شباك السلدو محلول. هبطت مسطح دخلت وجبدت حرف الكويت وانت متغطية. انا نقولها يا ماما يا غالية انتي فاش تعملي ويا بقي هكا سلامة تغزر لي. كي قربت باش نعمل الستوري باش نقول لكم شوفوا الغولة اللي نلقاها على الفرش تنطرت قلعت الموكيت حسيلو بعد تنطرت. والله سخفتني انا قلت حبلة مسيكنا كان ما خرجتش طبعا خلى من بعد. قلت لها كسي سامحني مش تقول تكمل تولد لي معنا في الدار ناقص انا تو. مشيت المحل هي طارت انا مثلت سيلي تو قطعت عصافر هو كلاب ما تين راسي وجع فيا انا راسي وجع فيا يا جماعه على الاخر ولا امبارح باغ كونتخ فما فازة مقلقتني في الريل على الاخر ولا محالة حد ما بعث عليها مساج ولا ما تعرفش ما فاق بها حد اللي انا كي قلت جانفيت لي كرياتور دو كونتوني بوغ الوغ كو هي جانفيت لي كرياتور دو كونتوني ا جانفيت كيلكان ا فار كيلكو شوز. هي خرجت بوغ على خاطر ديك تعاودت برشا وفما برشا حس ومع المونتاج ومع تقول شطر الجملة الأول وبعد شطر الجملة الثاني وانا ما كل عبادة كل لازم جملة يتقال المرة الأولى المرة الأولى لازمها تعدى صحيحة إذا كان عاودت ولا فما شكون معايا كان عليا في معاودة وقت دخلنا في حيط الناس الكل جنة المونتاج في المرة الأولى غايدتني دونك العبادة اللي فقت بها وسكتت ولا العبادة اللي باش تفيق بها راهي ماهيش بوغ ا عادي معنا سأغيف بونجور لا انا سابا الهلوج بيولوجيك هذاك اللي يحكي عليه تعمر سابا بين كرقة مخرة انا عملت بروجرام بتديش اليوم شهر ما خرجتش من الدار عملت بروجرام بتديش طر وسقونتريو نبعثوا لغوش بيولوجيك ونبعثوا لابتداش ونبعثوا العباد اللي باش نعمل معاهم ابتداش ونرجعوا نرقدوا باي. أعصابها أمونك مدام تارو أعصابها معناها هي تخرج مع هيدي زعيم بيروك وعادش بالظهر في فكرة سامي الفهري وتجي مع عفاف الغربي في نفس في نفس الشان في الحوار الصباح بصوتها بوجهها ويكتبوا اسمها بلوتها باسمها أعصابي يا ربي أعصابي أغص صديق ما يعرفها أحد مدام تارورة هو شباب يا أخي نورمال حتى حد ما يفكرني اللي أنا وعدتكم باش نجاوب على الأسئلة متاع مصر وما جاوبتش خاطر وقت باش نعمل ستوريات وقت صرت فازت الموبا اللي تحرقت وماني فوتكم بالحديث وشريت انبوبه يا اخي طلعت مش لانبوبه طلعت الوحده اللي تحط فيها الانبوبه كلها تلكت دوك انا ذاك علاش مقلل في الستوريات نتاع الليل هاي خل نشيح شعري ونلبس ونجي نجاوبكم عاد توا وانا في الدوش تفكرت قلت يا اخي انا شنو ناسي شنو هو ناسي نسلي ما جاوبتكمش على الاسئله توا هذا حديث توا معقول هكا اكثر قطعه تحمصت اللي ما خلطتش نلبسها عم ناول هي القطعه هذه ومن عم ناول نستنى في الدنيا تبرد الروب دو شامبر امان شريته من الفريم نستخيلو كاب دو باي خطلع روب دو شامبر الحقيقة صدقوني يفتق 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 عرفتو مع عبدي ما عنده الفوارة كيفي انا كلازمو شورت تاي اكس 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 اس ومعاهم مريول يتكب هذا فوقهم كبين والله يصرف راتيك وعمل لك كونتراست و
ونظافة وحدها برجولية والله. الحمد لله نعم تدوش أتوت.